كلينا لقاء مع الفنان أشرف زكي واللي اتكلم عن مبادرته للتوعية بأهمية النظافة ونشر ثقافة الجمال في مواجهة القبح وآخر أخباره الفنية ومسلسله المفضل في رمضان 2021. في أكاديمية الفنون طبعا احنا معقل للفنون، فاحنا بنعاني من بعد ما جددنا الأكاديمية ويعني عملنا مجهود عظيم، بنعاني من بعض الناس اللي يعني بتتعامل مع البيئة وحش يعني، فاحنا فكرنا نكلمهم بلغتنا، فعملنا اغنيه كلمات دكتور مصطفى سليم والحان واخدها الدكتور الحناوي، وخلينا كورال اطفال الكونسرفاتوار وشبابنا من النجوم يقفوا معانا ونناشد الجيران ان احنا نحافظ على البيئه ونحافظ على المكان. احنا مهم قوي ان نعمل كده، واعتقد التجربه النهارده لو نجحت نقدر نعممها بالفن، مره اغنيه مره مسرحيه مره فيلم، يعني لان مهم جدا ان احنا نحافظ على بلدنا. الحقيقه في مجهود عظيم بيبذل من اجل البلد، يبقى دورنا احنا كمواطنين ان احنا نحافظ عليه. الدراما المصريه في تصاعد شديد جدا جدا جدا، وانا بحيي صناع الدراما، بحيي زملائي، يعني رمضان كان عرس للدراما المصريه. بصي انصحهم بان هو يبقى قد مسؤوليته كفنان، يعني اديك شايفه زمايلي الشباب الفنانين كلهم شباب ملتف حواليهم، بيصدقهم بيحبهم، إذا هو عنده مسؤولية لابد أن يكون على قدر المسؤولية. لا، فخامة الرئيس أنا محتاج سنة أقعد أتكلم على اللي بيعمله في البلد وللشعب، وأخيرا لأن هذه اللافتة اللي عملها لشريف دسوقي هي رسالة لكل الفنانين إن إحنا في العين والقلب. شكرا سيادة الرئيس، شكرا على كل ما تقدمه، شكرا إنك مخلص وصادق وإحنا مصدقين قوي، لأن هو بيكلمنا من القلب، من القلب للقلب.